كمان من ضمن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لاستكمال مناقشات ملامح مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال في مصر. كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات فضلا عن الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات المصدرين. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أنه امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لاستكمال مناقشات ملامح مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال في مصر. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن مراكز المال والأعمال بتعد مناطق رئيسية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، وبتتركز فيها المؤسسات المالية الكبرى زي البنوك وشركات الاستثمار وأسواق الأوراق المالية وشركات التأمين، بالإضافة لشركات الأعمال الكبيرة زي الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات التجارية. كما تقوم هذه المراكز بدور رئيسي في الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وده بما يساعد في تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من القطاعات زي التمويل والتأمين والقانون والمحاسبة والتكنولوجيا وغيرها. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات منذ الأول من يوليو 2023 حتى 29 فبراير 2024، وأيضاً الإجراءات المتبعة ضمن البرنامج الجديد اللي بدأت في 1 مارس 2024 وتمتد حتى 30 يونيو 2025 فضلاً عن الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات المصدرين. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق لأبرز محددات تنفيذ البرنامج، وبتتضمن أن يتم توجيه الدعم بصورة أكبر للمنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى مع تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجياً للشركات وارتباط ده بنسبة المساندة اللي بتحصل عليها سنوياً. وتم رفع نسبة الحد الأدنى للمكون المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج ل 35% اعتباراً من 1 يوليو 2024، على أن تتم زيادة الحد الأدنى بشكل تدريجي مستقبلاً. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لحذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية، وشددت على استمرار العمل بقائمة السلع الحالية دون تغيير، مع انتظام صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون حذف أي سلعة، وده بما يعادل القيمة المخصصة ليهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها بجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية. وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن القوات البحرية احتفلت بعيدها 57 اللي بيوافق ذكرى يوم 21 من شهر أكتوبر عام 1967، ذكرى إغراق المدمرة إيلات اللي بيعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية. وأكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية أن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية ومقدمة للانتصار العظيم اللي تحقق في 6 أكتوبر 1973. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي اللي عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التيم بالإسكندرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية. أيضاً امبارح تم اختتام فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع اللي نظمتها وزارة الداخلية بوادي الفروسية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية. واستمرت فعاليات البطولة على مدار 3 أيام بمشاركة 175 فارس وفارسة من دول مصر، سوريا، ليبيا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، هولندا وجنوب إفريقيا، وسط إشادة كبيرة من الفرسان المشاركة بالتنظيم وبتجهيزات وادي الفروسية واستعداده لاستضافة كافة فعاليات رياضة الفروسية بنجاح كبير.